انت جيت يا سونس؟ مساء العسل. الشطف يلا بسرعة على ما اجهز لك العشاء. يلا سونس، ابقى كلم وائل عشان تديله الايجار المتاخر. هنجيب الايجار المتاخر منين يا انا بعت الدهب. طب ليه يا اما وبيع الدهب ليه؟ ما انا قلت لك هتصرف. انا هتتصرف ازاي؟ معرفش، بس انا راجل البيت ده دلوقتي. دهبك ده يا حبيبتي حاجتك، انت حاجتك تفضل معاك. مش كفايه يا اما مش عارف اجيب لك حاجه؟ هاخد منك كمان. خلي الفلوس دي معاكي واحنا هنبقى ننزل نرجعها وناخد الدهب. راجل نسيت الرجاله يا حبيبي، وعارفه انك عايز تجيب لامك الدنيا كلها، بس خلاص انا اتصرف، ولو بتحبني هتاخد الفلوس وتسد الايجار المتاخر. وان كان على الذهب يا سيدي ما هي ملحوق، بكره ربنا يفتحها في وشك وتسيغني من فوق لتحت. ترسم على قدام بقى. امال الشغله برضه تلاقيش يا حبيبتي، انا هعوضك عن كل حاجه. خليك ليا. ما كنتش عايزك تكسري الوديعه، ما انت كده خسرت فيها يا ماما. خسرت ولا كسبت هيفرق ايه يعني؟ المهم ان انتوا تبقوا كويسين ومحدش يبقى عايز مننا حاجه. طيب خلي الفلوس معاكي دلوقتي، ولما احتاجها هقول لك لغايه ما انا اشوف صرفه. صرفه ايه اللي تشوفها؟ ما انا خلاص كسرت الوديعه وخسرت، والفلوس عندك جوه. هتاخدهم وتروح للناس دي عشان تصبر علينا شويه، وتقابلهم في مكان عام، وتاخد اخوك معاك. دي ناس بلطجيه. اوعدك هعوضك فيهم يا حبيبي. انتوا عوضي. يلا تصبح على خير. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.